بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الخامس الابتدائي، ازيك يا ابنائي؟ النهارده يا اولاد بنكمل حل امتحانات الادارات التعليميه للعام الدراسي 2024. نشوف النموذج الاول اللي معانا. النموذج هنا محافظه اسكندريه، اداره الشرق تعليميه توجيه رياضيات. تعالوا نشوف الكوتشن الاول. هنا بيقول لي ذا فريكشن 24 اوفر 36 ان ذا سمبلست فورم. عشان اكتبها في السمبلست فورم لازم اجيب الهايت كومن فاكتور بين تو نمبرز اللي هو 12. 24 ديفايد باي 12 ايكوال 2، 36 ديفايد باي 12 ايكوال 3. ان ذا سمبلست فورم هتكون 2 اوفر 3. كويشن نمبر 2، هنا بيقول لي ذا كوادرال هاز ايكوال سايدز اند انجل نوت رايت. يعني بيكون الاول سايد ايكوال والانجلز نوت رايت، فده بيكون الرومبس. بنسميه ايه؟ رومبس. Rhombus, all sides are equal lenses and the measure of each angle not equal 90 degree. مش كل واحدة فيهم طبعا ما ينفعش تبقى 90 degree، لكن لو كانت 90 degree هيتحول ليكون سكوير. تمام، يبقى انا هاخد الاجابة بتاعتي اللي هي رومبس اول واحدة. Question number 3, the least common multiplication of two denominator للفريكشن عند 3 over 4 و 1 over 3. هعمل 3 times 4 ب 12 يا اولاد، لان 3 وال 4 relatively prime number. question اللي بعده number 4, the triangle whose side lengths 5 6 7. كلهم مختلفين يا ولاد، بسميه سكالين triangle. يبقى انا عندي فيه 6 سنتيمتر 7 سنتيمتر 5 سنتيمتر، كلهم difference، يبقى هسميه سكالين triangle. question اللي بعده number 5, the area of rectangle whose dimension عند rectangle جاب لك الدايمنشن 3 over 4 و 4 over 5، فانت جيب الاريا Length product by width، هتقول 3 over 4 product by 4 over 5. 3 times 4 12، 4 times 5 20. نقدر او ممكن نختصر، يعني 4 تروح مع 4 تختصر، يبقى 4 divided by 4 1، 4 divided by 4 1. 1 product by 3 equal 3، و 1 times 5 equal 5، يبقى 3 over 5 square meter. دي الاريا بالنسبة للريكتانجل. اوكي، كوتشن اللي بعده number 6. السؤال اللي تحت يا ولاد 6 شايفينه؟ اهو هنا بيقول لي عايزين نجيب الفاليو للاي اف 1 اند 3 اوفر 5 بلس اي ايكوال 1 اند 4 اوفر 5. انا عشان اجيب الاي هعمل سبتراكت، اقول 1 اند 4 اوفر 5 سبتراكت باي 1 3 اوفر 5، الاي ايكوال 1 ماينس 1 0، 4 ماينس 3 1، اكتب ال 5 يطلع ريزلت 1 اوفر 5. نيكست كويشن، السؤال اللي بعده هنا نمبر 7. بيقول لي هنا space is a part of circular region، يعني بتبقى منطقة من السيركلر. السيركل اللي عندك اهي منطقة، يعني مثلا زي ده منطقة من السيركل، بسميها يا ولاد ايه؟ circular sector. كمل كده. region which is bounded by arc، متحددة بارك اللي هو قوس، and to do radii، ده radii، ده radius وده radius، بسميهم radii. يبقى البارت ده بسميه circular sector. circular sector، تمام، تاخد بالك من الديفينيشن ده. نيكست كويشن سكند، هنا بيقول لي نمبر 1 عايزين نعمل بلس 5 اند 7 اوفر 8 بلس 9 اند 1 اوفر 4. هنا يا ولاد ال 8 كان ديفايدد باي 4، يبقى اقول له هنا 5 و 2 times 4 ب 8، 2 times 1 ب 2، 9 plus 5 equal 14، و 7 plus 2 9، واكتب ال 8، 9 divided by 8 equal 1 and remainder 1، 1 plus 14 تبقى 15، ويبقى 1 over 8. لازم نعملها يا ولاد في السمبلست فورم. متخيلين الطريقة؟ عملنا هنا times 2 تاني للنوميتور والدومريتور، وبعدين بلس، بس لاحظت ان 9 اكبر من ال 8 فلازم تتحول. ال 9 فيها كام 8؟ فيها n واحدة، 8 واحدة تتضاف على ال 14 تبقى 15، ويتبقى 1. question number 2, the angle with measure 120 degree، بتكون يا اولاد الانجل دي طبعا نوعها obtuse، بسميها obtuse angle. شايفينها؟ يبقى question number 2 بسميها is an obtuse angle، لان المشار بتاعها greater than 90 degree. question 3, the opposite shape we call it ray. question number 4, هنا بيقول لي space product by 5 هو قوس، space product by 5، بتقول هنا
2 and half product by 5. هو هنا استخدم الديستريبيوشن بروبرتيز، وزع يعني يا اولاد. طيب مين توزع عليه؟ 2 and half، فنكتب هنا 2 ونكتب هنا half، لان 2 تايمز 5 بلس half تايمز 5 يديك الناتج بتاع المساله. هو استخدم الديستريبيوتيف بروبرتيز، توزيع يعني، خاصيه التوزيع. كويشن بعد نمبر 5، هنا بيقول لي 1 over 5 divided m تديني 1 over 15، فهو عايز يجيب الام الفاليو ام. خد بالك عشان تحل المساله زي دي تعمل تمرين بسيط كده، يعني مثلا 30 ديفايد باي كام مثلا، يعني يديك 6 و 6 ديفايد باي 5. طب جبنا ال 5 ازاي؟ خدنا ال 30 ديفايد 6، يبقى نفس الفكره هنا. عشان تجيب الديفايزور بتقول الديفيدنت ديفايد الكوشن. لو انت نسيت في الامتحان اعملها مساله عاديه كده من دماغك وشوف انت كنت بتعملها ازاي. او طريقه ثانيه ان انت بتقول له والله 1 اوفر 5 بات 1 اوفر 15، تمام؟ يعني هي اتضربت في 1 اوفر 3. طب الديفيجن تتحول لمولتبليكيشن لما بقلب، يبقى لما ارجعها فوق هتبقى دي 3، يبقى الام هنا المفروض تبقى ب 3، تمام؟ يبقى انت لما تيجي تحلها تاخد 1 اوفر 5، هي الطريقه الثانيه بقى اللي احنا قلنا عليها. لو احنا عايزين نحلها بالطريقه الاصليه بناخد 1 اوفر 5 ديفايدد باي 1 اوفر 15، ناخد الديفيدند ديفايدد الكوشن، يبقى 1 اوفر 5 برودكت باي 15 اوفر 1، 15 ديفايدد باي 5 ايكوال 3. نكتب في الحل بتاعنا 3. Next question. Number 6. A cuboid base area 6. هو عايز هنا يا ولاد يجيب الفوليوم الكيوبويد اللي هو question number 6 فوق خالص، شايفينه فوق خالص. هنا عشان اجيب الفوليوم اقول base area times the height. طيب ال base area عندي هنا كانت ب 6 times the height. ال height كان ب 2، يبقى 2 times 6 بكام؟ ب 12 square centimeter. question اللي بعده number 7. 8 and 4 subtract by 3 and 4. هنا يا ولاد 8 minus 3 5 و 4 minus 4 سيب 0، تبقى الناتج 5 بس. question اللي بعده 8 is the angle of force of circle. force of circle يا ولاد الانجل دي اللي هي circular angle اللي عندي بتكون 90 degree، لان هي عباره عن force product by 360، يبقى الناتج هيبقى 90 degree. كوشن اللي بعده خلاص، تعال نشوف سيرد بقى. كوشن نمبر 3 اللي هو سيرد يا ولاد، شايفينه سيرد ده. اول واحده بيقول لي هنا the friction 2 and 4 over 5 is an improper friction. عايز يتحول من mixed لامبروبر. هو عندي هنا 2 and 4 over 5، هنسيب ال 5 و 2 times 5 10 plus 4 يديني 40. question اللي بعده نمبر 2، ذا انستراكشن بوينت اوف اكس اكسس اند واي اكسس اللي هي 0 اند 0. دي معناها يا ولاد في الكوردينيت الاكس اكسس اهو والواي اكسس بيتقطعوا في النقطه اللي هي 0 0، اسمها انترسكشن. ذا انترسكشن بوينت اوف اكس اكسس اند واي اكسس از اوريجينال بوينت 0 اند 0. question 3، هنا بقول لي 3 برودكت باي 2 اوفر 5، بقول له هنا 3 تايمز 2 6، يبقى 6 اوفر 5، نسيب ال 5 زي ما هي و 6 ديفايد باي 5 ايكوال 1 اند ريميندر 1. next question number 5 ما حليناهاش. بيقول لي هنا 3 fourths of an hour، يعني 3 over 4 product by 60 اللي هي 3 ارباع الساعة يا ولاد، شايفين الكلوك 3 fourths بتبقى 45 degree. 45 degree جت ازاي؟ تقول 60 divided by 4 15، 15 times 3 45، يبقى هنا يا ولاد 45 minutes. خلاص يبقى 3 fourths hour equal 45 minute. next question number 6 خلاص حليناها يا ولاد من شويه، طلعت 1 and 3. question 7 بقى، in the opposite figure the decimal fraction is what. طبعا يا ولاد هو عايز الديسمال لل 3 forces. دي 3 forces عشان تحولها لديسمال بتعمل product 25 للنوميريتور والديمريتور، فيبقى 75 over 100 يعني 75 hundredths يعني 0.75. next question fourth question number 1 علي want to distribute، عايز يقسم 4 كيلوغرام الشوكر in cases the volume of one case 1 over 8 كيلوغرام، يعني يقسمه في كيس كل كيس يبقى فيه 1 over 8 كيلوغرام يعني 8 كيلوغرام. فعايز يشوف number of cases، فانت بتيجي بالكميه كلها الاماونت كله 4 divided by the amount in each case، يبقى write 4 and convert from division to multiplication، write reciprocal of 1 over 8 it will be 8، تقلبها يعني يبقى 4 times 8 32، يبقى انت عندك 32 ايه يا مستر؟ 32 cases، يبقى عدد الاكياس
كم واحدة؟ 32. طيب question اللي بعده number 2. Find the area of rectangle length and width جابهم. طيب ال area يا مستر عبارة عن length product by width، يبقى ناخد ال length اللي هو 5 product by width عند اللي هي 1 and 2 over 3. هسيب ال 5 زي ما هي واسيب ال 3 و 1 times 3 3 plus 2 5، يبقى هنا هسيب ال 3 وال 5 times 5 25 25 over 3 هسيب 3 وارجع احولها من امبروبر لميكسد نمبر، يعني 3 تايمز 8 ايكوال 24 اند ريميندر 1، يعني 8 اند 1 اوفر 3 سكوير سنتيمتر، ده الاريا للريكتانجل. تمام كوتشن نمبر 3، مصطفى كان ووك، مصطفى يقدر يمشي المسافه دي 3 اند 3 4 كيلومتر 1 اور. فايند وات كان مصطفى ووك ان 2 اور، يعني في ساعتين ونص هيمشي قد ايه 2 اور، فانت هتعمل برودكت. تمام يبقى هتقول هنا وات علي walked، يبقى هو مشى في قد ايه يا مستر؟ هعملهم برودكت يا مستر، اقول 3 اند 3 اوفر 4 برودكت يا اولاد ل 2 اند هاف. خد بالك بقى وانت بتعمل سمبلست، تقول 3 تايمز 4 12 بلس 3 ايكوال 15، وهنا 2 تايمز 2 4 بلس 1 تديك 5. هتعمل بقى البرودكت للتو نمبر بتوعك، انت شايف الارقام معايا 3 اند 3 اوفر 4 اهو، والتانيه 2 اند هاف. تمام تمام بعدين بنختصر بقى يا اولاد ونبسط الاكزامبل، يعني انت عندك 2 تايمز 4 ب 8 و 5 تايمز 15 يديني كام؟ 75. هتقول 75 ديفايد باي 8 تحولها تقول 8 تايمز 9 72 اند ريميندر 3، يعني 9 اند 3 اوفر 8 كيلو متر، دي المسافه اللي هو يمشيها خلال 2 اورز اند هاف. نيكست كويشن، هنا جاب لي رسمه يا اولاد وبيقول لي عايزين نجيب الاوردر للاي والبي. طيب انت بتجيب الاوردر للاي ازاي؟ بتشوف الاي الاكسس الاكس اكسس بتاعها كانت ب 5 وطلعت لحد ما وصلت ل 6، يبقى البوينت 8 وال 5 و 6. البوينت بقى اللي بعدها اللي هي البي كانت عند ال 3 هنا وطلعت لحد ال 3 وقامت واقفه، يبقى 3 اند 3. يبقى انت كده خلصت السؤال